وهو ان هو ازاي نقدر ان احنا زي ما بيقولوا ان احنا اللي بنجري ورا الفيروس ونشوفه هو فين. فلازم يجب ان احنا لازم نشوف الحالات موجوده فين، لازم الحالات ده هي يتم اختبارها، يتم عزلها، يتم علاجها، وفي نفس الوقت تتبع المخالطين وضعهم في الحجر الصحي، حمايه الاطقم الطبيه، وفي نفس الوقت حمايه الفئات الأكثر تعرض للخطورة أو للمضاعفات المرض. وأكثر من أهم الحاجات هو كيفية جعل المجتمعات أكثر استعداداً للتعامل مع انتشار الفيروس وكيفية حماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم. أنا هسأل حضرتك إزاي إحنا نقدر نكون أكثر استعداداً خاصة مع مسألة الفتح، لكن خليني أسألك يا دكتور فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية والتي يقول البعض إن لها ما لها وعليها ما عليها، لكن أنا عايز أعرف إلى أي مدى كان ليها تأثير إيجابي في منطقة شرق المتوسط؟ طيب انا يعني سعيده طبعا بسؤال حضرتك ده. هي عايزين نقول ان منظمه الصحه العالميه هي الجهه المنوط بيها كل ما يخص الصحه العامه عالميا، وبالتالي هي تقود كل المجهودات وكل الاجراءات وكل المعلومات اللازمه علشان خاطر نقدر ان احنا نتصرف، والدول ازاي تقدر ان هي تتصدى لهذه الجائحه. الوقت اللي هو اللي احنا بنقول ان احنا مش عايزين ان احنا نسيس اي وضع، ومش عايزين نسيس وضع الجائحه دهيت، لان احنا دلوقتي في وقت وفي وضع حرج لكل دول العالم، ان احنا محتاجين ان احنا نتضافر الجهود ازاي نقدر ان احنا نتعامل مع هذه الجائحه. خلينا نشوف بعد لما الجائحه ان شاء الله تخلص، او في من خلال كل الجهات الاساسيه، كيفيه تقييم عمل المنظمه، وده هنحطه على جنب دلوقتي، انما لا ننسى انها الجهه التي تقود الاجراءات وكل ما يخص الصحه العامه وكل ما يخص تنظيم الاستجابة الدولية الخاصة بالكوفيد 19. لو هنيجي نتكلم على منطقة شرق المتوسط، فعايزة أقول لحضرتك إن حتى من قبل ما يحصل أي أو من قبل وجود أو استكشاف كشف عن أول حالة في المنطقة، كانت منظمة الصحة العالمية من خلال المكتب الإقليمي كانت على أهبة الاستعداد في مساعدة الدول ازاي ان هي تقدر تستعد لو حدث الجائحه او لو حدث حدوث الانتشار المرضي هناك، وده كان من خلال محاور متعدده، انما كانت تنظيم الاستجابه من خلال كل المكاتب الوطنيه الموجوده في الدول ومن خلال المكتب الاقليمي، وهي دي كانت من خلال الدعم المادي والدعم الفني والدعم زي ما بنقول كل ما تحتاجه هذه الدول للاستعداد وللاستجابة. فكان ممكن في تمكين جميع من تتبع المرض والكشف عن طريق تعزيز قدرة المختبرات، ازاي ان هم يبقى اللاب دايجنوستكس عندهم كويسه، بيتم تدريبهم والتزود بالمعدات، ارسال الامدادات الاساسيه اللي هي موجوده للحمايه الشخصيه، الامدادات اللازمه للكشف على المرض، تزويد كل الدول بالمعلومات المحدثه، يعني كل لما بتطلع معلومات جديده، لان زي ما احنا عارفين الفيروس ده هو فيروس جديد. طيب على ذكر المعلومات المحدثة، حضرتك ذكرتي نقطة مهمة جدا، وفعلا كل يوم احنا بنسمع حاجة تقريبا تختلف عن اليوم اللي قبله والاسبوع اللي قبله. هو امتى يا دكتور مها منظمة الصحة العالمية تتوقع ان هيكون في لقاح او في علاج بالفعل، العلاج ده مخصص لكورونا مش مسألة بروتوكول كامل، علاج محدد او لقاح علشان نقدر نعيش حياتنا بشكل طبيعي، ولا الفيروس ده هيختفي ولا ايه؟ طيب هو مفيش حاجة هتقول ان الفيروس ده هيختفي، فإنما احنا هنقول ان هذا الفيروس باقي ويانا لمدة احنا ما نقدرش نقولها، انما ممكن متوقع لسنين عديدة. كيفية تعامل هذا الفيروس ممكن قوي بأشكال متعددة زي اي فيروسات تانية، انما منظمة الصحة العالمية هي بتقود تجارب اللي هي Solidarity Trials، اللي هي التجارب التضامنية اللي هي بتجرى في دول عديدة عن كيفية الوصول إلى أحسن أو أحدث طريقة أو أحدث
بروتوكول للعلاج، ولكن هذا ما نقدرش نقول ان دي علاجات جديدة، ولكن كيفية التعامل مع هذا الفيروس والمضاعفات بتاعته أو الأعراض بتاعته بطريقة أكثر عملية وبوجود دلائل علمية ليها. في طبعا حوالي 150 تجارب على اللقاحات، في 17 لقاح منهم دلوقتي قيد التجارب السريرية وبيتم الإسراع في هذه التجارب. فين بعد إذن حضرتك الدول؟ يعني لا، هي فندم، هي في واحد في الصين، في انجلترا، في الهند، في حاجات كتيره جدا في انجلترا، أكسفورد، كل الحاجات ده هي، وانما يتم تجربتها على البني ادمين يعني دلوقتي في التجارب الاكلينيكيه. انما اللي انا عايزه اقوله لحضرتك، الى ان يتم